أنا شغال دلوقتي في مشروع العشوائيات بالذات للناس المهددة بالخطر اللي هم في الدويقة عايشين تحت الصخر اللي ممكن يقع في أي وقت. فاحنا بنبني في حدود من 4000 ل 6000 شقة دلوقتي في منطقة الأسمرات اللي هي قريبة برضو من منطقة الدويقة. دي هتاخد ان شاء الله ان شاء الله في حدود يعني قول 4000 في 4 أشخاص، يعني نتكلم في حدود من 16 ل 20000 بني ادم، ولو زادوا ممكن يوصلوا 30 40000 بني ادم. اوكي، ده مشروع شغالين عليه اوريدي. والمشروع الثاني، الموضوع الثاني شغالين عليه فيروس سي برضو. التوجه اللي احنا شغالين بيه انه نخش في منطقه معينه، محافظه معينه، نقضي على فيروس سي فيها. بمعنى انه لو دخلنا على محافظه اكس واحنا شغالين على محافظه معينه، بس هعلن عنها كمان اسبوعين ان شاء الله، المحافظه دي فيها في حدود 20000 واحد مصاب بالفيروس سي. فلما هنخش ان شاء الله فيها هجيب 20000 دواء لل 20000 بني ادم، بحيث ان كلهم يتعالجوا في نفس الوقت. اخذنا من وزاره الصحه مبنى مستقل لينا، هنعمله عياده متكامله مش بس لعلاج الفيروس سي ولكن للكشف على الناس والتحليل، لان مشكلتك ان في ناس كتير عندها فيروس سي ومش عارفه. فلابد ان احنا نحلل، لابد ان احنا نوعي الناس واحنا بنعالجهم، ونوعي الناس اللي مش مصابين لسه. الموضوع الثالث شغالين عليه موضوع اطفال الشوارع، وده برضو هيكون فيه ان شاء الله شغل بمستوى مختلف تماما، بجوده مختلفه، وعايزين نوصل للتركيبه. انا عارف انها صعبه ولكن باذن الله هنوصل لها. عندنا من 3 ل 5 مليون طفل شارع، عايزين نوصل للتركيبه اللي هي تخلي الطفل يجي لك يقول لك لو سمحت خدني عندك. ايه رايك؟ مش لازم انزل اجيبه من الشارع، مش لازم اجري وراه، ومش كلام على فكره. اصل كل حاجه عشان تحققها، انا راجل بنكر بتاع بنوك، تمام؟ في البنوك ما عندناش كلام وخلاص، بتقول كلمه وبعدين بتشوف هتحققها ازاي. 1 2 3 4. ايوه، بس احنا يعني عدد اطفال الشارع في مصر من 3 ل 5 مليون. بص 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 بص، احسن نبتدي نشتغل عليه بجد وبصوره مختلفه، ولا نقعد نقول ده 3 4 مليون؟ لو اشتغلنا عليه بجد وبالاسلوب اللي احنا بنفكر فيه، وهو الجذب انك تجذب الناس دول، واخد بالك؟ انا متاكد انه العدد ده هيتقلص شهريا، مش كل سنه ولا كل 10 سنين. زائد ان في حاجات تانية انت المفروض تعملها بقى بعيد عن اطفال الشوارع عشان تمنع اطفال الشوارع، واخد بالك؟ منها اللي انا بقول لك عليه، موضوع السكن في الاسمرات. انه لو انا النهارده كطفل انا قاعد في شقه 65 متر او 70 متر، واحنا 6 انفار او 7 انفار، فاكيد ان انا هنزل اقف في الشارع اكيد، لو انا عندي سنتين او لو انا عندي 15 سنه، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. لما هنزل الشارع لو انا ساكن في منطقه مكدسه زي ما بيحصل دايما، مكدسه يعني عمارات جنب بعض، ما فيش فراغات، ما فيش ملاعب، ما فيش اي نشاط، ما فيش اي حاجه، لو نزلت ومفيش الكلام ده هضطر امشي اطلع بره الحته اللي انا فيها عشان ادور على حاجه اعملها. واول ما بطلع بره يبتدي يحصل ايه؟ كل الانحراف اللي يخطر على بالك. فالنهارده انا بوفر له في حتته انشطه رياضيه، انشطه فنيه، واخد بالك؟ وبنصرف عليها وبندفع فلوس فيها وبنجهزها بمعدات وباماكن وبناس تديرها، والناس اللي هنوديها تدير الكلام ده هندربها الاول. كل ده من صندوق تحيا مصر. كل ده من صندوق تحيا مصر.